بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من فيديوهات يوميات أسرة بسيطة. النهاردة إحنا تحديدا في سيدي بشر. سيدي بشر فين؟ في شارع القاهرة. الحقيقة أنا يعني قدرا كده لقيت محل بيبيع حاجات أسعارها تحفة، وطبعا أنتوا قايلين لي أي حاجة أسعارها كويسة من ناحية سيدي بشر أو سيوف هتهنى. فالحقيقة الفيديو ده عشانكم وعشان طلبكم يا حبايبي، هقول لكم أسعار والله فعلا هتتفاجئوا بيها بجد. حاجة كده يعني إيه، هدية العيد. إحنا يا جماعة زي ما قلنا في شارع القاهرة، شارع القاهرة قدام كشري هدير. بصوا ده كده كشري هدير، ده اللي هناك ده كشري هدير، وعندنا صيدلية اسمها ريفييرا، هو المحل في وشها على طول اسمه لوجي ستايل. هندخل كده نتفرج على كل حاجة، الجيبات، وإن شاء الله نعمل جزء أول وجزء تاني هنشوفها، مش هسيب لكم حاجة. نبتدي كده على بركة الله، يعني مثلا حاجة زي كده تريننج زي ده مثلا كان ب 200 بقى ب 100. عندنا اللي جنبه ده يا أستاذ بكام بقى؟ ب 140. ده كان قبل كده بكام؟ يعني الطقم كله ب 140 ولا اللي هو اللي فوق؟ وبالنسبة للتونيك ده ب 120. التونيك ده في منه مقاسات وان سايز، تمام. تعالوا بقى دلوقتي ندخل، بصوا بقى يا بنات الحاجات اللي هي البنطلونات اللي تنفع للخروج اللي هي المنظر ده. دي بقى ب 35، بصوا بقى اشكال والوان ومقاسات ب 35 بس. بصوا بقى الاسعار وجمالها بقى. طبعا عايزه اقول لكم كذا شكل وكذا لون، حاجات ياما جدا اهي. بصوا الالوان بقى، تعالى افرجكم على شكلها اللي هي فيها استك من تحت كده. بصوا الجمال، في اشكال تانية اهي منها، دي برده ب 35. اشكال ياما ياما، يعني هتلاقي ذوقك فيها. بصوا عندنا برده التشجيره دي كده، عندنا حاجه كده كلها باستك من تحت يا جماعه، كلها باستك من تحت ب 35 بس. عندنا حاجات كده برده اللي هي الافيال اللي كانت طالعه موضه وهي لغايه السنه دي مكمله برده معانا. عندنا اشكال تانية اهي. ندخل بقى كمان على البرولو، عندنا برولوهات ب 75 جنيه. بصوا برولوهات طويله، في منها الابيض، في منها الاسود، في منها كمان لون تاني اللي هو اللون اللي هو المستردة، في الزيتي وفي الكحلي وفي النبيتي كمان موجود. ده بالنسبه للبروهات، وانا احنا شايفين اهو الاسود ياما منها. الاسود ده مقاسات ولا مقاس واحد؟ وان سايز بس، بيلبس مثلا لغايه قد ايه؟ لغايه 85 كيلو يا جماعه بيلبس، تمام؟ تعالوا بقى شوفوا الحاجات التانيه، الناحيه التانيه. عندنا مثلا جيبات للبنات برضو تنفع ب 85 جنيه بس الجيبه. بصوا ده منظرها اهي. طبعا لسه المحل جوه فيه حاجات تحفه جدا، وحاجه مثلا كده مخططه. بصوا بنات دي مثلا جيبات، دي طبعا وان سايز دي صح؟ اللي هي لبس الانيسات يعني وكده. وعندنا لون تاني اهو على مبيتي مخطط ومنقط زي ما انت عايزه، وحاجه على كاروهات. كل دي جيبات طويله كلوش كده للبنات، تمام. عندنا هي الوان تانية برضو، كل دي جيبات وحاجات ب 85 جنيه. عندنا برضو اللي جنبها برضو كاروهات بس كذا بقى اكتر من لون، عندنا اللون اللي هو اللي على مستردة، عندنا اللون دوت، عندنا كمان اللون النبيتي. بقول لكم حاجات يعني جميلة قوي. في عندنا جيبات بقى اللي هي الجل. بصوا بقى الجيبات دي ب 50 جنيه بس يا جماعة، ب 50 بس، وان سايز برضو ب 50 جنيه. بصوا طولها بزراير كده، في منها رصاصي، هي بحزام كده، في منها الكحلي، في منها المستردة، في منها اللي هو اللون الزيتي. تعالوا بقى ندخل على البنطلونات بقى، أي بنطلون في اللي احنا شايفينه دول ب 85 جنيه. أخبار المقاسات البنطلونات إيه؟ في مقاسات منه ب 85؟ تمام، عندنا أهو الأستاذ قال لنا ب 85 حتى المقاسات. بصوا يا جماعة بنطلونات الجنس أهي، بدل 150 و170 بقى ب 85 بس، عرض هنا وبس عند لوجي ستايل، تمام؟ عندنا برضو البنطلونات دي اللي هي اللي شفناها من شوية بس دي سادة بقى، اهي ب 35. عندنا أشجار، حاجات تانية مش أشجار، عندنا مشجرات تانية أهي. بصوا وفي حاجات تانية ألوان تانية على موف، على أخضر، على كحلي، كذا لون وكذا شكل. عايزة أفرج حضراتكم، بصوا ده مثلا شكل أهو. بصوا يا جماعة أهي البنطلونات أهي اللي قلت لحضراتكم عليها، طبعا كذا شكل وأشكالها شيك جدا، والألوان اللي أنت عايزاها، وبحزام وطبعا وبأستك من على الوسط، قلنا ب 35 جنيه.
تمام. عندنا هنا البنطلون اليوجا بانس يا جماعه ب 65 جنيه اهو، اليوجا بانس ب 65 جنيه. بصوا بقى كمان اسعار التيشيرتات، عندنا تيشيرتات بناتي ب 35 جنيه. عايزه اقول لكم اشكال والوان، يعني ممكن ينفع للعيد وشكله حلو جدا اهو. 35 اسود اهو، وفي منه الزهري، بصوا ده الزهري بتاعه، واسود تاني اهو، وفي منه اللي هو اللون ده الهافان. عندنا هنا مثلا ابيض، عندنا على بني كده، على سيمون، على مبيتي. كل ده بكام اهو؟ ب 35، ب 35 برضو جنيه. في كمان شكل تاني اهو، بصوا لو بتحبوا بقى الرسومات دي، رسومات زي دي كده اهي، حاجه كده 35 جنيه بس. طبعا ده للبنانين الصغننين، هما يعني ايه سن المحير او الانسات اللي هم الرفيعين. ادي شكله. تعالوا بقى، تعالوا افرجكم على حاجات تانية. بصوا دي بقى نوعية بنطلونات تانية بمية بقى. دي بنطلونات بس دي مش بأستك، دي باللي هي الزرار، فدي برضو بمية. اي بنطلون فيه مخربش وفيه اللي هو العادي. دي بنطلونات عادية اللي هي ممكن بقى يعني الكلاسيك بمية خمسة وعشرين. البنطلونات دي دلوقتي هنعرف في منها، في منها مقاسات، اي مقاس بمية خمسة وعشرين. طب تمام. وبالنسبة لده، ده ليجن ده ولا ايه؟ نعم. بصوا يا جماعه بقى، بصوا الجمال، حاجات تحفه. طبعا ده ب 100 جنيه بس، ده عادي جدا اهو. وفي بنطلون ده ب 100 برده ولا بكام ده؟ ده ب 125 اللي هو الباجي ده للبنات برده. في منه كذا لون، في منه على بني، في منه على اصفر اهو. تعالوا بقى ندخل على جيبات ثانيه، 85 اهي. بصوا وفي حاجه ثانيه اهي، دي بنطلونات يوجا بانس دي ولا يوجا بانس دي ولا ايه؟ لجن. اه في دي بنطلونات لجن الوان يا جماعه ب 60 اهي، وما شاء الله كل المقاسات. تعالوا بقى ندخل على حاجه تانية، جيبات تانية واشكال تانية تحفه. بصوا مثلا حاجه كده سودا، في حاجه كده على روز، عندهم الوان تانية كمان، عندنا اسود اهو تاني، وعندنا اصفر، عندنا مبيتي، كل الالوان دي اي واحده فيهم زي ما حضراتكم شايفين. وعندنا على شيفونات بقى، لو انت مثلا عايزه حاجه شيفون او حاجه، عندنا اهي ده تمنها طبعا ب 90 والوانها بقى، هما بيبقوا لونين مع بعض، يعني مثلا اسود واللون ده اسود وكشمير كده تمام. البنطلونات اللي هي فيها لمعه من الجنب دي طالعه برده السنه دي، دي برده ب 90 جنيه. عندنا منها على تركواز، عندنا منها على ذهبي، عندنا منها على نحاسي. ودي بنطلونات اللي هي السبور، اللي هي السبورت كده الرياضيه، دي ب 50 جنيه. بصوا يا جماعه عند لوجي ستايل الوانها اهي، دي الوانها. عايزه اقول لكم المحل هنا اسعاره تحفه بجد. عندنا برده جيبات اهي ب 40. بصوا الوان البنطلونات تاني عشان تبقوا عارفينها. على فكره هي من تحت باسوره كده، باسوره من تحت، وفي منها الرصاصي، في منها النبيتي اهي، في منها الرصاصي، في منها النبيتي، في منها الاسود ياما. والجيبات لو بتحبي الجيبات ما بتحبيش البنطلونات، رصاصي برده وروز والمستارده والكحلي والزيتي اهي، والزيتي اهو، كل الالوان دي تمام. في كمان، في كمان بنطلونات تانية اهي، واسعة رجلها واسعة، ب 65 برضه. بصوا يا جماعة جيبات بقى، جيبات بقى كلها بقى، والبنطلونات كلها بالأسعار عند حضراتكم اهو. حتى البليسيه اهي، طبعا بنطلونات اهي، بصوا بقى حتى البليسيه موجود، البليسيه اهو كمان. بصوا بصوا الجمال، بصوا يا جماعة. طبعا لسه، تعالوا بقى لو شفنا البيزيكات بقى، عندنا بيزك، البيزيكات اهي ب 35، اي بيزك طبعا، في منه، في منه على برولو كده ده سعره ب 65. في كمان اللي هو المفتوح اهو، اللي هو الكات الكات ب 60 اهو. تعالوا بقى نشوفوا بقيه المفاجات اللي جوه، مفاجات جامده جدا. بصوا بقى عرض الليدي، بقى عرض الليدي المقاسات الكبيره يا جماعه. التيشيرت ده كان ب 150، بقى ب 50 بس. بصوا يا جماعة، بصوا بقى، تعالوا بقى بصوا الجمال. بصوا يا جماعة كل الشغل ده ليدي صح؟ كل ده ليدي للمقاسات الكبيرة مش كده؟ أي واحد فيهم ب 50 جنيه. بصوا يا جماعة، بصوا يعني ليدي وهتلبسي وهتتشيكي وب 50 جنيه بس. ممكن تفرجينا يا حبيبتي على موديل تاني؟ ربنا يا رب يسعدك كده يا رب. بصوا حاجة تانية أهي برضو، ده مقاسات كبيرة يا جماعة، ده زي بلوزة فيها بس زرارين كده من على الصدر او ثلاثه، وهي كمالتها اهي. تعالوا بقى اتفرجوا على حاجات ثانيه عشان تشوفوا بقى، تعرفوا ان انا بدلعكم ولا لا. بصوا يا جماعه، بصوا دي بقى،
كبيره ازاي؟ مقاسات كبيره، تهيألي دي لغايه 3 اكس كده ولا اكبر؟ 3 اكس. بصوا يا جماعه بقى الجمال، عندنا اهي حاجه كده اهي برده ب 50 جنيه. دي قماشتها ايه دي؟ قماشتها طريه جدا، طريه قوي. ما عندكمش كده كذا حاجه من الحاجات دي عشان واحد؟ حاجات جوه جدا. طيب عايزين نتفرج في ايه تاني؟ احنا شفنا المنقط صح؟ اه. في ايه تاني بقى هنا على الاستاند؟ هتنا كده فرجينا. بصوا يا جماعه متخيلين الاسعار؟ بصوا الجمال، بصوا الجمال بقى والحلاوه. كل دي مقاسات ليه دي؟ تمام، ربنا يبارك لك يا قمر. بصوا حبايبي لو برضو عايزه تجيبي حاجه بقى الوان اهي، بصوا الجمال بقى والحلاوه. تمام، تعالي بس هوريهم بس اللي بره دول الاول. بصوا كمان دي حاجات ساده برضو، حاجات سادات كده، ولو حاجه فيها مثلا سلسله ممكن يبقى فيها سلسله برضو، نفس الحكايه في اللبس برضو بتبقى حلوه قوي. لا لا زي الفل والله، انتوا محل اكتشاف برب وربنا محل اكتشاف. بصوا حبايبي احنا النهارده دلوقتي هنخلص الجزء الاول عشان ندخل نعمل الجزء الثاني، استنونا. عايزين بقى لو الجزء الثاني يا ريت اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.